السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولاي؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد يا رب. نعم تفضل. معنى قول ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد صاحب الحظ من مال وولد ونحو ذلك، أي لا ينفع صاحب المال ماله عندك يا رب، ولا ينفع صاحب الأولاد أولاده عندك يا رب. جزاك الله خير يا مولانا. يعني لا ينفع صاحب الملك ملكه عندك يا رب. ذا الجد ذا الحظ ذا المال ذا الثراء ذا المنصب، لا ينفع ذا المنصب منصبه، لا ينفع ذا المنصب منك يا رب منصبه الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد. فذا الجد مفعول به مقدم كما يقولون، لا ينفع ذا الجد منك الجد، جده لا ينفعه، حظه من الدنيا لا ينفعه.